إن المشاعر أداة نعكس من خلالها إدراكنا للأحداث التي نعيشها ونختلف وتختلف بالطبع الطرق التي نعكس فيها إدراكنا هذا من شخص طبعا لآخر ففي قصتنا هذه مثلا عبر شاب جزائري عن حزنه واشتياقه لأمه المتوفاة بطريقة لم يحدث لها مثيل أثارت حزنا وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إسماعيل بالرابح شاب جزائري من ولايه ادرار جنوبي غربي الجزائر توفيت والدته قبل عامين ما ترك فيه جرحا غائرا ادخله في حاله حزن لا توصف فاسماعيل ومنذ وفاه والدته لم يفارق قبرها ليلا او نهارا وبقي ينام بجانبه مده سنتين لا يردعه برد شتاء او حر صيف وانتشرت له صور ومقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو مستلق على بطنه بجوار القبر وهي صور اثرت في قلوب الكثيرين هذا مسكين هذا مسكينة وهذا قبل يومي الشمس يجي عند القبر ريح. مقطع الفيديو الذي شاهدناه الان في التوقف. انتشر كالنار في الهشيم واثار موجة من التعاطف الشعبي والرسمي دفعت والية ولاية أدرار الى تكليف مديرة الصحة والسكان بالتكفل النفسي والطبي بالشاب اسماعيل وتحويله لمصلحة صحية حيث تم تشخيصه وتقديم العلاجات الاولية له وكلف طبيب متخصص بالامراض العقلية بتتبع حالته الصحية. اما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاستغل بعضهم من المشهد للحديث عن قيمة الوالدين و فضلهما بالتاكيد ومكانتهما الرفيعه في قلوب الابناء وقسوه رحيلهما منهم المدون عبد الرحمن الامين الذي قال ان فقدان الوالدين اقصى واوجع شيء يمكن ان يعيشه الانسان ويعانيه من الحزن والالم على فقدانهم ورحيلهم لان وجودهم هو السعاده والطمانينه حسب وصفه اما توفيق الانسب فشدد على ضروره احتواء الشاب اسماعيل من قبل اهله وعائلته والمحسنين وأهل الاختصاص أيضا ومتابعة حالته حتى يتخلص من هذه الحالة حسب قوله الله يشفيه أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب معكم حسام تكالي أدعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات